مشاريع كتير نفذتها الدولة في محافظات الصعيد عشان تقدر تحقق التنمية الشاملة وتوفر حياة كريمة للأهالي. وزارة التنمية المحلية أعلنت أنه تم تنفيذ 5130 مشروع في محافظات الصعيد باستثمارات وصلت ل 22 مليار جنيه. المشروعات دي بتساهم في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية، وده طبعا جنب مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معنا على الهاتف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. بعد التحية يا فندم، أهم المشروعات اللي تم التركيز عليها ضمن الخطة التنموية اللي بيتم تدشينها في محافظات صعيد مصر. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك ومنا هاني صباح الخير عليك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. كما تعلم حضرتك مصطفى بيه ان برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ده يعتبر قصة نجاح ما بين الحكومة المصرية والبنك الدولي. تكلفة هذا البرنامج حوالي مليار دولار مناصفة ما بين الحكومة المصرية والبنك الدولي. ثمار هذا النموذج اللي أشادت به منظمة الأمم المتحدة واتحط كبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأفضل مشروع من بين المشروعات اللي بيتم تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المنصة الدولية 2023. طبعا يعني خلينا أقول لحضرتك من أهم المشروعات اللي تم تنفيذها على مستوى محافظات سوهاج وقنا، ثم العام الماضي أضيف إليهم كمان أسيوط والمنيا. خلينا احنا النهارده بنتكلم ب 5130 مشروع اتسمت هذه المشروعات بالتنوع، مشروعات صرف صحي ومشروعات مياه شرب ومشروعات طرق محليه، وكذلك الامر مشروعات خاصه بترفيه مناطق صناعيه على مستوى المحافظات الاربعه، بالاضافه الى هذا وذاك طبعا احنا بنتكلم في مشروعات لاسواق اقامه وتشييد اسواق محليه وكذلك مواقف، وبالاضافه الى هذا وذاك طبعا حجم المستفيدين والمستفيدات من هذه المشروعات على مستوى محافظات الصعيد ممثله في سوهاج وقنا واسيوط والمنيا. لو جينا نتكلم في مشروعات رصف الطرق تجاوز ال 738 مشروع باجمالي اطوال تجاوزت ال 1000 كيلومتر بعدد 18 مركز ومدينه، مشروعات تطوير ورفع كفاءه الميادين والحدائق العامه 95 مشروع، مشروعات تغطيه الترع 14 مشروع في 13 قريه ومدينه، 30 كوبري سيارات ومعديات ترع ومصارف وانفاق. طبعا كل هذه المشروعات بالاضافه الى فكر مهم جدا، زي ما اهتمينا بالبنيه التحتيه اهتمينا بالبنيه المؤسسيه، يعني بناء البشر على مستوى المحافظات الاربعه، من ان احنا يبقى عندنا كوادر بشريه مؤهله لاداره عمليات التخطيط وليس التخطيط التشاركي فقط ما بيننا وبين كل الوحدات المعنيه و كذلك القيادات الطبيعية اللي موجودة في المحافظات الأربعة. الأمر اللي خلانا إن إحنا ننطلق من المحافظات الأربعة إلى 10 محافظات للصعيد زي ما وجه سيادة الرئيس، بحيث إن إحنا ننقل هذه الممارسات الجيدة على مستوى التخطيط التشاركي وعلى مستوى التنفيذ وعلى مستوى متابعة عمليات التنفيذ على الأرض، وجعل كمان هذه المحافظات محافظات كمان تولد إيرادات موارد ذاتية من السويقات، من أماكن الانتظار، من الإعلانات، من المواقف على مستوى هذه المحافظات، بحيث يبقى هناك إدارة جيدة للأصول اللي موجودة واللي تم تشييدها، بحيث إن احنا نقدر نحافظ عليها وتقدر تقدم خدمات. ليس هذا فقط، ولكن احنا اشتغلنا على ترفيه ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية، طبعا ده تجاوز 6.1 مليار جنيه، يعني بتيجي المنطقة الصناعية في الكلاحين في قفط، المنطقة الصناعية في الباهو، المنطقة الصناعية غرب طهطا، المنطقة الصناعية غرب جرجة، كل دي مناطق تم ترفيقها بحيث انها تستخدم في تلبية احتياجات الطلب المحلي، وخاصة كمان وتبقى بدل ما هي محافظات منتجة فقط، لا كمان تبقى محافظات مصدرة، وبالتالي نقدر نحافظ على
المنتجات بتاعتنا وعلى ازاي يا دكتور تم تحديد اولويه كل محافظه والاماكن اللي تم العمل فيها؟ يعني ازاي بقى تم اختيار الاماكن دي بالذات؟ كل محافظه اختارنا اماكن محدده فيها زي ما حضرتك بتقول مثلا جفت فينا وعلى ده الحال. يعني عملنا حاجه مهمه قوي يا فندم من استفدنا بيها في التخطيط للقرى حياه كريمه وتطوير الريف المصري، وهي تكوين المجالس الاقتصاديه. المجالس الاقتصاديه دي بتكون من الشباب والشابات والقيادات الطبيعيه اللي موجودين في قرى هذه المحافظات. الامر اللي ترتب عليه لما كان في تخطيط بيلبي احتياجات اهل المناطق دي، وبالتالي كانت دراسه واقعيه. نزلنا مع الزملاء في برنامج التنميه المحليه والوحده المركزيه عندنا في وزاره التنميه المحليه مع الفرق اللي تم تشكيلها، وبالتالي لما تكلمي حضرتك في ما يزيد عن 6500 مجلس وفرق عمل، يبقى ده معناه ان احنا النهارده وصلنا الى قاعديه كبيرة جدا قدرنا نحدد بها احتياجات، خططنا لهذه الاحتياجات، راجعنا هذه الاحتياجات ثم صغناها في شكل برامج اللي انا شرحتها منذ قليل. لا. تم تنفيذها ومتابعتها كمان ليس فقط من الزملاء هنا او الزملاء من البنك الدولي، ولكن ايضا من اهالي هذه المناطق اللي كانوا وفقا لمؤشرات اداء تم تدريب الجميع عليها، بحيث ان احنا نقدر نقول ادي وفقا للمؤشر ده حققنا قد كده وحققنا قد كده. عشان كده بعض المعدلات كنا المفروض نرفع كفاءه مثلا سوهاج 70.1%، لا احنا تجاوزنا ال 89%، وبالتالي المؤشرات دي مؤشرات حقيقيه ما اتكلمناش في العموم، ولكن نزلنا على مستوى التفصيل والتخصيص وقدرنا ان احنا نخرج بنتائج. هذه النتائج نقدر نقول والله نفذنا مثلا في المرحله مثلا على مستوى منطقه صناعيه غرب طهط على سبيل المثال، في المرحله الاولى نفذنا 58%، في المرحله الثانيه 58%، غرب جرجه كانت المرحله الاولى 68%، المرحله الثانيه 63%. كل هذا وذاك الهدف منه ان احنا نقول والله نقدر نقيس هذا الامر ونقدر نعممه، واستفدنا من ده في التخطيط على مستوى احتياجات المحافظات المصريه 27 في خطه 24-25. طيب دكتور خالد، يعني بالنسبه لقصه الايرادات كيف يعني تستفيد الدوله من هذا الامر، وكيف تضخ هذه الاموال عبر شرايينها وصولا للبنك المركزي، ولغه الارقام بتقول ايه؟ يعني النهارده مثلا احنا هنوصل لكده، بعد كده هنوصل لكده، بعد كده هنوصل لكده، وهل هذه الارقام تغطي التكلفه وتغطي الصيانه لهذه المشروعات ولا لا؟ خليني ادي لحضرتك نموذج. مثلا لو جيت اتكلمت على انا على مثلا احد لحضرتك مثال حي، مثلا جيت انا عندي في مراكز انا في انا مثلا مركز ابو تشت، نجح حمادي، فرشوط، نقاده، افط، الوقف، القوس، القوس، دشنا، انا مثلا لو ما اقول اعلانات مرخصه في ديسمبر 2022 مثلا 126 اعلان، لما اوصل الى ان يكون في ديسمبر 22 ك غير مرخصه كان يبقى مثلا ديسمبر مثلا 1570، لما اخد ده وده ويبقى الاجمالي في يناير 2023 3785، تمام. كانت الايرادات مثلا في ديسمبر 22 كانت حوالي مثلا 117157، والقيمه طبعا بالجنيه، ترتقي الى يناير 2023 الى ما يزيد عن احنا النهارده بنتكلم في 214735. ده معدل الزياده كانت هنا 83% اجمالا على مستوى المحافظه. هنا نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول والله ان انا كان عندي مثلا في السويقات نموذج للتقييم مثلا كان 11.9 مليون مثلا، لما يزيد الى 13.2 في يناير في ال 22-21. اذا انت النهارده حضرتك لما بتتكلم على المواقف على الاعلانات وغيرها، اذا حضرتك النهارده بتحصر، بتشوف اللي خارج مناطق هذه الحصر، تبتدي تدرجها عند حضرتك، يبتدي يبقى هنا في معايير لقياس الاداء، تبتدي تقدر تسائل الاداره المسؤوله عن الوحده دي. النهارده النمط وده اللي كان الزملاء في البنك الدولي الاسبوع الماضي كنا بنتكلم فيه، على انه النهارده اصبح نموذج التنميه المحليه في صعيد مصر واحقاقا للحق اصبح نموذج يحتذى به، لانه النهارده حتى على مستوى الساده المحافظين ونوابهم وسكرتير عموم والساده رؤساء مراكز المسؤوليه والعاملين اللي تم تدريبهم كلهم، النهارده مستوى الاداء مختلف.
مستوى حتى لما بيجوا يعرضوا في البرزنتيشن في النهارده حضرتك بتتكلم زي ما حضرتك تفضلت دكتور مصطفى في جزئيه في غايه الاهميه وهي لغه الارقام، لغه معدلات الاداء. النهارده تقدر تقول انا لدي مؤشر، هذا المؤشر بستخدمه صحيح. ولما بستخدمه بطلع منه بنتيجه، هذه النتيجه صحيح. وفقا للمخطط ولا لا؟ طب ايه مخاطر التنفيذ؟ صحيح. طب مخاطر التنفيذ دي لما تحصل انا النهارده عندي كخطه اداره ازمه أي. بلان ايه هعملها ازاي الى غير ذلك يعني. صحيح. اكيد كل الشكر ليك دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي باسم الوزاره، شكرا جزيلا لحضرتك.